ابدا عصيت صفر البلبلة. قاسم فاضل تحياتي لك يا كبير، صنع في لبنان، الصفرة غطت فوق المكنة. بسم الله وقعت 100%. شايفين كيف معلقة يا شباب؟ يلا رح شوف شي طريقة انا نزلها. ابو حسين فاضل تحياتي الك، تحياتي الك من كل قلبي. هي اول سفراي كانت غطى بهي الشجرة هون وقعت. يلا بيلا، برافو برافو. بس بس هاي السفرة، برافو فيلا، برافو برافو برافو. شطور شطورة شطورة. متابعين سيد 77 تحياتي لكم جميعا. صباح الورد لأحلى متابعين، أنا محمد معكم من قناة سيد 77. اليوم إلى العيال تشتي 3 أيام، واليوم الطقس هيك إن شاء الله بده يزبط. وهلأ الساعة تقريبا 6 صباحا، قلنا مننزل ومنشوف اليوم حركة صفر البلبلة. هلأ أنا نازل إذا الله بيريد تحديدا عصيت صفر البلبلة، وكلنا بنعرف انه صيد الصفر بده طقس شوب. بس اللي بيشجعنا هلا مع انه الطقس شتي انه هاي ايامه، هلا لازم الهجوم الاكبر للخرج، للخرج تبعه. كلنا بنعرف بيبقى هو لعشرين خمسة، واليوم الطقس ان شاء الله باذن الله بده تفع شوبه. وهلا شو بيصير معنا باذن الله؟ راح نصور وراح يكون كل شيء تمام ما شاء الله. الطقس بعد الشتاء بعد المطر بتلاقي الطقس بيصفى. هاي المنطقة الموقع اللي أنا بصيد فيه، في 3 مواقع أنا بصيد فيه. موقع فيه شجر عالي، الموقعين يعني كلكم صرتوا تعرفوا، وفي طريقين، هذا الطريق وفي طريق تاني بنوصل منهن على الموقع، بس هذا الطريق أسهل يعني. مثل ما كن شايفين منطقة شعبي وجماهيري. يلا هلا منبلش تصوير من الحقلي اذا الله راد. يا شباب هلا انا وصلت على الحقلي، هذا الموقع اللي انا رح شغل فيه. رح شغل جهازين، جهاز هون تحت هاي الشجره البوق تي دبليو 75، وعلى الميل الثانيه رح شغل مكنه صنع لبنان، صنع قاسم فاضل، عليها أصوات جيدة المكنة. وهلأ رح نشوف كل شيء إذا الله بيريد. هلأ يا شباب شغلنا الأجهزة مثل ما حكينا، على اليمين تي دبليو 75، يا ريت اسمه 77، ومكنة أبو حسين قاسم فاضل على الميلة الثانية. نشغل عليها هذا الصوت الجديد، عم نجربه، هذا اللي نزلته حاطط معه موسيقى لنجربه. انا نزلته عليها، ما كان كتير صوتها عالي مع انه على البواق تبعها يعني بيترات 2، وهي بيلا جاهزة للطوارئ، ولنشوف كيف الله بده يفرج علينا. هاي بيلا ناطرة، وانتو شو بتقولوا؟ السفراي رح تجي تغط فوق مكنة صنع في لبنان ولا فوق الملتي صاند
ملتي سوند بوق الملتي سوند تي دبليو 75. رح نشوف اذا اجت صفراي على اي صوت رح تغطي. المسافة بين الجهاز والجهاز تقريبا يعني 100 متر، اذا مو اكتر نتفة او اقل شوي، يعني لنشوف. اليوم موضوعنا مو بسيط، اليوم بدنا نجرب مكنة صنعة في لبنان على ارض الواقع. هيا يا شباب، ابو حسين فاضل، قاسم فاضل، تحياتي لك يا كبير. صنعة في لبنان، الصفراي غطت فوق المكنة، بسم الله وقعت 100%. يلا بيلا يا شباب، هاي اول صفراي اجيت غطت فوق المكنة. اقوى مكنة بلبنان 75 100 متر، ما كانت صنعة في لبنان. ابو حسين فاضل تحياتي لك يا كبير. غطي الشمس بيلا طفت البيان تيدا باليوم. هاي المكنة هون وقت الصفراي. يلا بيلا، هاي مكنة صنعة في لبنان. ابو حسين فاضل تحياتي لك، تحياتي لك من كل قلبي. هاي اول صفراي كانت غطى بهي الشجرة هون وقيت. يلا بيلا، يلا هون. يلا بيلا، يلا بس بس. برافو بيلا، برافو بيلا. يلا هون، ايه بس بس بيلا بس. برافو برافو، بس بس. هاي الصفراي في عندي خلل بهديك المكنة، تدعس بيلا عشريت بتكون طفت. هاي مكنة صنعة في لبنان، هذا الصوت صفري جديد، ما حدا معه اياه على كل المواقع، منو موجود، بيتغير الصوت. رح اصبر شوي لفرجيكم الصفري بيقلد صوت السلونج، بيقلد السلونج. انا نزلت جزء بسيط منه، حاطط معه موسيقى مشان ما حدا يبعث لي انه مبروك الصوت عليك، لانه في صوت نزلته قبل صاروا يسحبوا ويحطوا موسيقى معه، وفي ناس تبعث لي مبروك عليك الصوت انه انا اخذته من عنده. كتر ما انه غشيم ما بيعرف انه في تواريخ، في تاريخ على الموقع، على القناه، ايمتى نحط الصوت، انه انا حطيته قبل ما هو يحط. هذا الصفري عم يقلد السلونج بهذا الصوت، ماشي. بس اكيد التويتر، تويتر له فعاليه. هلا رح ارجع على تي دبليو، بس حرك الشريط لانه بس بيلا عم تدعس على الشريط عم تطفى. معلش خليكن معي شوي، رح اوصل رح فرجيكن كيف الشغل هون، شو اللي عم يصير معي. حتى حاطط احجار هون، هاي المكنة. يلا هاي المكنة صوتها ناعم. بعدي بيلا اشتغلت. يلا تعي بيلا. شفتوا يا شباب، اول صفراي اجت غطيت فوق مكنات صنعة في لبنان. هذا هون على اليمين تي دبليو، مكنة صينية صوتها ناعم، كلكم بتعرفوها بتشتغل 3D. مشغل عليها البوق الملتي سوند تي دبليو 75، وبعيد 100 متر حاطط صنعة في لبنان. قاسم فاضل تحياتي لك يا كبير. اول صفراي غطيت فوق المكنة مباشرة.
يلا بيبلع. يلا بيل. هاي السفراي غطت عن النص. هون بيلا هون. بيلا هون. هون. بيلا. بيلا هون. شايفين الوضع يا شباب؟ لقينا. ايه برافو فيلا، برافو برافو برافو، شاطر، شطورة شطورة، برافو برافو فيلا. يلا يلا بيلا، يلا بيلا. يلا بيلا. يلا. يلا بيلا. هون بيلا هون. بيلا ايه عندك. يلا يلا بيلا. يلا هون. يلا بيلا. يلا بيلا. معلقة بالشجرة، معلقة بالشجرة. رح اقرب لكم الكاميرا شوفوا. شايفين وين معلقة؟ هون بتبين أكتر أوضح. شايفين وين معلقة؟ شايفين كيف معلقة يا شباب؟ يلا رح شوف شي طريقة أنا نزلها. شباب طلعت وبالبارودة جبتها. يلا بيلا وينها؟ برافو شطورة شطورة. يا شباب غطوا سفرايتين فوق المكنة. بسم الله.
متابعين سيت 77 تحياتي لكم جميعا. هاي انا وهي بيلا. نحن بنعرف كلنا من الصفر لعشرين الشهر 25 ينتهي الموسم تبعه. اليوم بعد شتى 3 أيام مطر 3 أيام نزلنا، كان في حركة خفيفة، ما في حرج يعني كله محلي. وست أربعة ضيعنا وحدة. بتعرفوا المنطقة اللي أنا فيها بقافة على عبيلة من الحي، كلكم حضرتوا الفيديو وقت كانت الحي صلية بالشجرة وطلع هوا غربي. بس يطلع هوا غربي عنا هون دور الخفان ما عاد بيبين. هلا طلع هوا غربي قوي، هلا انا بدي دب العده. Yeah.